اخوان هذا المرقد، هو هذا مو مرقد بس بده كمرقد. اول شيء خلاله مجرد بلوك، وبعدين خلاله اكثر من بلوك، وبعدين كبروه خلاله بعدين رايات، تشوف الرايات، وبعدين صار مرقد. فاحنا سألنا عليه وقلنا خلنا نسأل اياه وهذا السيد اللي هنا، قالوا هذا السيد نور بن السيد جعفر الطقار. مجرد ان الشاي يعبرون عليه حطوا عليه، وبالحقيقة هو سألنا عليه قالوا هذا زاير بالطريق، اندعم على اساس يعني اندعم وسوى لهنا مرقد، وهسه هذا المرقد جاي يكبر شوية شوية حتى تشوفونه. حتى اهل المواكب من سألناهم قالوا مو شيء اكيد انه هناك واحد زاير واندعم. هذا السنة الجاية راح تكبر هذا المرقد شوية شوية الى ان يصير نفس شريفة بنت الحسن. شوفوه صار لها سموقات كبير وراح يصير نفس شريفة بنت الحسن. اللي اول مرة شيء قالوا علوية وبعدين انه بنسبوها الى بنات الامام الحسن، وهي بالحقيقة مو من بنات الامام الحسن، يعني بنات الامام الحسن معروفات ستة هنّ.